احنا هندرس او نتعرف على الوسائل الكميه في العلوم الاجتماعيه، وهنتدرج في 3 ايام. بس قبل ما نبتدي، صديقي العزيز الدكتور محمد فحام في فريق بتاعه كله موجود هنا، طلب مني اني اذكركم جميعا ان في حاجه بنعملها في اول العمليه دي، وقال لي ان احنا كل واحد يطلع الموبايل ويقفله ويبقى يا سايلنت يا مقفول عشان ما يأثرش في الكلام، عشان ما بقاش في اي دوشة، عشان تقدروا تركزوا معي. انا هشرح لكم شوية كده الاول على ايه أهمية الكورس ده، وليه الحقيقة أنا بعتبره من أهم الحاجات اللي هعملها معاكم في الفترة اللي جاية دي. لأنه لو تتذكروا أو المديرين منكم يتذكروا إن أنا من 2 سنين في آخر ريتريت كان عندنا للمانجرز، قلت لهم فيه إن أنا متوقع من كل المراكز البحثية اللي في المكتبة ومن إدارات المكتبة بس بصفة خاصة المراكز البحثية، إن الأداء بتاعها لازم يبقى على مستوى يا نمرة 1 يا نمرة 2 في المنطقة وبين the top 10 في العالم، وإلا هنقفل المكتبة. وبعدين بدأت أفكركم إن أنا لما بعدي محاضرات عن جاك ويلش بيعمل إيه في الجي إي، دي مش بس حكايات، دي فكره كده الاول بنحط فرشه عشان الفكره تبقى موجوده عندكم، وبعد شويه هنطبق الفكره بتاع جاك ويلش لما راح جنرال الكتريك وقال لهم جنرال الكتريك از ا فيري جود كومباني بس ات از نوت ا جريت كومباني اند وي ويل ميك ات جريت وانس اجين. لانه طبق القاعده، اما تبقى نمره 1 أو 2 في العالم او يور نوت بارت اوف جي. وفي 20 سنه فعلا عمل تطويرات رهيبة جدا، والجنرال الكتريك بيكيم ليدر في التكنولوجي، مش بس اي جود بروديوسر اند جود بروفيت ميكينج انتربرايز. فاحنا نطبق الكلام ده. صحيح فترة الثورة والاضطرابات شغلتنا شوية بمشاكل التنظيم الداخلي للمكتبة والروائح وما إلى هذا، ولكن ده جزء من العمل. الجزء الثاني هو اللي نتكلم فيه في 3 ايام اللي جايه. احنا عندنا عدد لا باس به من المراكز البحثيه، ويمكن نقدر نقول ان اغلب شغلنا شغل علوم اجتماعيه. يعني عندنا ويت لابس قليله قوي، يعني عندنا صحيح فيري ادفانسد ويت لاب بس ما هماش حتى موجودين معانا بيكوز اي دونت ريلي نيد ات. هم المجموعة اللي بتشتغل مع الدكتور مجدي يعقوب، ولسه امبارح عرفت انهم ركبوا اخر واجد جهاز بتاع دي ان اي سيكونسينج في المعمل بتاعنا اللي في الشلالات. بس ده اكسبشن، يعني في الاطار العام بتاع المكتبة الشغل بتاعنا سواء في مركز دراسات التنمية، في مركز السلام الاجتماعي والديمقراطية، في مراكز اخرى كثيرة، اغلب الشغل بتاعنا هيبقى في إطار ما يصنف في الصورة العامة على إنه علوم اجتماعية. اللحظة الثانية إنه في مصر بصفة خاصة العلوم الاجتماعية شبه منعدمة في تعرضها للوسائل الكمية. يعني أغلب الناس اللي بيطلعوا من التيار اللي هو علوم اجتماعية بيبقوا في الاداب، وقدر اتصالهم بالناس اللي في العلوم وفي الرياضيات وفي الاحصاء في الحاجات دي نسبيا قليل. وللاسف في مصر كذلك عندنا حكايه التخصص دي قويه جدا، يعني بمعنى اخر ده في كليه علوم انت مالك ومال ناس في كليه الاداب، انما لا لازم يشتغلوا سوا.
وهيبان لي في الكلام اللي هحاول اقوله لكم. الحاجه الثالثه، المشكله كبيره جدا ان حتى الناس اللي في كليه العلوم وحتى الناس اللي بتشتغل في بالصوره الكميه وفي عدد منهم، ملاحظ ان طريقه تعليم الوسائل الكميه تركز اساسا على ازاي تحسب دي وازاي تحسب دي، او تستعين بحد يقول لك مثلا طيب هنعمل لك زي ستاتستيك او تعمل ستراتيفايد سامبل او، ولكن ما بيركزوش في التصور ليه اعمل حاجه معينه وليه ما اعملش حاجه معينه، وايه القواعد اللي بتحكم اختيار التكنيك ده في الحاله دي، وفي نفس التكنيك ده ما ينفعش في حاله ثانيه، او مش مفروض وينفع ممكن واحد يطبقه وبعدين يطلع بنتائج انما النتائج دي ما تبقاش علميا مقبوله. ليه؟ الحته دي بقى انا ملاحظ انها ما هياش من انواع الاسئله اللي بتتسال لما الناس تبتدي تتعلم، بتبقى عندها اكسبوجر للحاجات دي. يعني بيبقى فيها حل المساله الفلانيه. انا اتكلمت مع بعض زملائنا الشباب الصغيرين اللي بيدرسوا في الاحصاء ويدرسوا، شفت اتكلم معاهم شوف بيدرسوا ازاي ويتكلموا ازاي، شطار قوي، معادله بتاعت باي سكوير كذا، المعادله بتاعت التي ستودنتس تي ستاتستكس بتبقى كذا، مش هتبقى كويس قوي، بس امتى تستعمل دي وامتى تستعمل دي وليه ما تقدرش تستعمل دي؟ الاسئله دي مش موجوده، لانه التركيز كله على حل مسائل معينه على الامكانيات، وده مش غريب علينا. يعني النظام احنا كلنا عارفين النظام التعليم في مصر اتبنى جزء كبير منه في 30 50 سنه اللي فاتت على التلقين، بحيث الناس لما بتعدي الثانويه العامه بتخش الجامعه بتستمر بنفس الطريقه. انا الحقيقه ما زلت متاثر جدا بكورس ستاتستكس اخذته من اكثر من نص قرن من استاذ كان عبقري، اتعين فول بروفيسور في هارفارد عمره 28 سنه. فول بروفيسور اوف ستاتستكس عمره 28 سنه، كان مسافر ادكيشن، كنت مهتم بالادكيشن. ونرحب بالدكتور سامح، الكلام ده منطبق عليك انه الاهتمام بهذه الامور كان مهم. ريتشارد لايت ما زلت فاكر لغايه دلوقتي الامتحان بتاعه والاسئله بتاعته، وهي بعض الحاجات اللي هنتكلم فيها النهارده، لانه كان بيقول اياميها بقى كنا لسه ما فيش كالكوليترز وما فيش كمبيوترز وما فيش حاجه خالص من 50 سنه يعني. فكان يقول والله اللي عايز يجيب كتاب يجيب، اللي عايز يجيب ورقه يجيب، اللي عايز يجيب سلايد رول يجيب، اللي عايز يعني عايز يجيب كتب معاك هات. انا الامتحان بتاعي هيبقى الاسئله بتاعته كده سهله قوي، تكتب انت زي ما انت عايز. وكان السؤال بتاعه كان بياخد مثل منشور من بحث منشور، بيقول بروفيسور فلان الفلاني كان عنده بروبلم في حاجه معينه، بيعمل بروبلم ستيتمنت، ومره اسراء ولارا عارفين بقى حكايه ازاي نعمل البروبلم ستيتمنت ونظبط فيها ونشوف ايه الهايبوثيسيس بتاعتنا. ادي الهايبوثيسيس بتاعتنا، ادي الستادي ديزاين اللي استعمله، ادي الانسترومنت اللي استعمله، ادي نتيجه الانسترومنت اللي استعملها، ادي الداتا بتاعته، طبق عليها البحث الفلاني الستاتستيكال تكنيك الفلانيه وكانت النتيجه كذا، وبناء على هذه النتيجه استنتج كذا. Do you think he is justified in his conclusion? If yes, why? If no, why not? هو ده الامتحان. دي كانت محتاجه ان الواحد يعرف how to formulate ان الهايبوثيس. الموضوع كان لسه فيه حوار بيني وبين مره واسراء عليه.
وبعدين بعد ما نشوف النال هايبوثيس اللي انا عايز اعملها والهايبوثيس اللي عايز اعملها تيستينج از ذس ذا رايت ريسيرش ديزاين تو تيست ات اور نوت. وبعدين واز ذا ريسيرش ديزاين ويل اكزيكيوتد ولا كان في فلوز في الداتا كولكشن نفسها، فالداتا نفسها از ات كونتامينيتد ان اني واي، فيها بايسز ان اني واي. وبعد كده يو هاف تو نو طب هافينج اوبتين ذس داتا واز ذات ذا رايت ستاتستيكال اناليسيس تو برسو اور نوت. وبعدين having obtained the results دي do these results justify the conclusion drawn ولا لا. فهي had to know لازم راح بقى يكون ايه فعلا تشبع بكل ده. وهو كان بيقول والله لو وصلتوا للمرحلة ان انتوا تقدروا تجيبوا على كل الاسئلة دي you are ready to do your own research. فنرجع تاني بقى للمراكز بتاعتنا احنا، المراكز البحثية والإدارات اللي هتشتغل في الحاجات دي، وإدارات مثلا زي إدارة البرسونال زي إدارات تانية بتعمل سيرفيز وبتعمل ريسيرش. ومفروض في أي مؤسسة كبيرة إدارة البرسونال بتعمل ريسيرش، لازم نقدر نعمل ريسيرش على أعلى مستوى. فبالذات مراكز البحثية هنبقى نطبق عليها في السنين اللي جاية المبادئ المعايير الدولية اللي بتستعمل اللي هي البابليكيشنز والإمباكت فاكتورز والسيتيشن إندكس وكل الحاجات دي. أنا في رأيي إن أغلب الحاجات اللي بشوفها في مصر غير مؤهلة للنشر العلمي في البير ريفيو جورنالز الدولية. سيمبلي ستيتد بيرناط بتنشر في حاجات محلية، ولا يجوز إن إحنا نخلط ما بين ما يسمى بالحاجات التحليلية اللي هي للرأي اللي هي البوليتيكال أناليسيس عن أوضاع البلد عن مش عارف إيه القوى المتصارعة في المجتمع إلى آخره، الحاجات اللي مبنية على ريسيرش داتا بيس. ومثلا هنجد إن الأوبينيون سيرفيز في مصر وحتى عامة في المنطقة العربية مش مستعملة كويس، ولما بتستعمل تطلع نتائج يعني not very reliable. نتيجة في الأبسط حاجة إن في الانتخابات الرئاسية السيرفيس كان بتقول إن عمر موسى وعمر ومنعم فتوح نمبر 1 ونمبر 2، وبعديها يبقى مفيش ضفائين طلعوا نمرة 4 ونمرة 5 في الأكتوال فوتينج. يعني انا معايا معاك ان ممكن يبقى في مارج ايرور وممكن يبقى حصل تغيير في ظرف النصبين دول، بس ما اظنش من 1 و2 إلى 4 و5. يعني عندي شك في الطريقه اللي عملنا بيها السيرفيز والسامبلينج وحاجات كتيره بشكل. فاذا قلت ان لازم عشان نقدر فعلا نطبق المعايير دي على المراكز البحثيه بتاعتنا في السنين اللي جايه نعمل الجلسة دي سوا الثلاث أيام دول عشان أخدكم في رحلة عشان نبقى فاهمين بعض في قضايا إزاي نطبق الـ quantitative techniques for social science research. فهي أنا مقسمها على ثلاث أيام 10 محاضرات وهنمشي في المحاضرات دي واحدة واحدة. في الأول كده بل ان ده كلام سهل قوي وانشا وبيضيع وقتنا في الكلام البسيط ده ليه، ما كان ممكن نعمل حاجات اكتر من كده، عايزين نمشي اسرع من كده، بس دي الفرشه الاولانيه وبعدين هيبقى في فرشه ثانيه وبعدين واحده ثالثه وهنمشي مع بعض في المشوار ده. زي ما انتم ملاحظين انا ما اديتكوش ولا تكست بوك ولا هاند اوتس، لان اساسا ملاحظتي وليها كثير من الخبره في هذه الموضوعات ان الواحد لما بيدي هاند اوت هتلاقي الناس ده نص الناس قاعده عماله تقلب في الصفحات بتاعت الهاند اوت مخها مش معايا في الكلام اللي جوه. عايزه تشوف ايه اللي هيجي بعد كده ومش عارف ايه الكلام من ده والمقدم دي ليه هنا وحاجات من هذا النوع، فده مش مهم. ثانيا في عدد منكم عنده خلفيه ممكن انه يتفاعل مع الارقام بسهوله والمعدات بسهوله، او في ناس ما تقدرش او ما عندهاش خلفيه كافيه لهذا. مش مهم. You do not need mathematics
or statistics to follow this course. عشان اريحكم يعني. صحيح انا هحط equations وهحط حاجات وهشرح equations وحاجات معينه، دي حته واحده بس اللي هشرح فيها one equation عشان اوريكم ازاي الواحد يفصص equation قدامه يعني عشان يفهم معناها ايه الايكويشن. انما انا هتشوز فيرلي ايزي equation، الايكويشن بفارينس تحسب لي كده. الاساس مش محتاجين ولا في حسابات معقده ولا حاجه، عايز يبقى مخك شغال معايا، واساسا كونسبتس. والواحد على فكره لما بيتملك من الكونسبتس دي بيقدر يطبق بعد كده بسهوله قوي. اي ايكويشن اي حاجه هتلاقيها في كتاب او على الانترنت او على ما هتقدر ترجع لها تاني. هتقدر تستعين بحد، زي لما كنت بتكلم مع مروه واسراء وغرى على الريسيرش ديزاين بتاعهم، قدروا يستعينوا باستاذ من جامعه اسكندريه ساعدهم وقال لهم زي ما قلت لك في الورقه الاولانيه his proposal للسامبلينج والستاتستكس is fine، انما الاوريجينال hypothesis of the research is badly framed. ده ملوش دعوه بيها، هو عايز يساعدكم عايزين تعملوا كده اعملوا، انما هل ده اللي كان لازم يتعمل ولا لا؟ Is this the way to frame the question؟ هو ملوش دعوه بالحكايه. هتلاقوا اللي ساعدكم في الثانيه دي، انما الاولانيه دي بتاعت ازاي تو فريم ذا كويستشن بتاعت الريسيرش دي اللي عايزه تفكير. فانا عايزكم معايا تفكروا اساسا، تفكروا بعد كده ممكن ابقى اديكم البتاع ده، هيبقى كله على متسجل بالويب كاستنج ده هيبقى افيلبل. فاذا مش دي القضيه، انا ترجع لحاجات معينه منه ونقدر ايضا يعني هترجعوا تشوفوا كليب شيتس، تقدروا تشوفوا يعني مليان المكتب او غيرها في كل حاجه، ستاتستكس ستاندرد ستاتستكس تكست بوكس، كل الكلام اللي قلته ده هتلاقيه فيه من حيث الماتيماتكس والايكويشن والحساب ومش عارف ايه والحاجات دي كلها هتبقى موجوده. اللي يمكن هيعوز ان الواحد يعمل ديجينج جامد هو الكلام اللي انا بقول عليه، اللي هو ليه بنعمل حاجات معينه في حتت معينه. فنبتدي بناء على هذا، وهنحاول نلتزم بوضوح بالنظام ان هناخد ربع ساعه كوفي بريكس، هناخد ربع ساعه كوفي بريك ما بين المحاضره والمحاضره، وبعدين في لانش متوضى هنا جنبنا. اللانش ده هندي فتره عشان الناس تتكلم مع بعضها، يعني ماكسيموم 1 اور ونرجع تاني. ننظم العمليه دي على انها هتبقى اربع محاضرات النهارده، اثنين الصبح واثنين بعد الغدا. ان شاء الله نخلص الساعه 5، ولكن بكره يمكن يبقوا محاضرتين اثنين بس، لان بكره يمكن اهم موضوعين ويهيأ لي ان احنا يمكن ناخد وقت فيهم زياده، واحب اتاكد ان الناس طلعت بقدر المنافع او ثلاث محاضرات على حسب الماشين ازاي بكره، وبعدين هنخلص ثلاثه او اربعه الباقيين في يوم الخميس.